مساء الخير، مساء الخير اخواني وحبايبي المتابعين، اسعد الله مساءكم ويعطيكم العافيه. طبعا يا اخوان، بدنا منكم يا اخوان اذا عجبك الحلقه هاي اكيد هتعجبك، يعني ما تنساش تحط لايك، يعني لازم تحط لايك، يعني راح تحط لايك، ما فيش مزح ما فيش حركات. طبعا اليوم احنا عندنا حلقه تفقديه على جواز الزواجل، نشوف شو في عندنا جواز مفكسه، شو في عندنا جواز شغاله، شو في عندنا جواز واقفه، شو في عندنا جواز ما لهاش داعي، ولكن الحمد لله كله عندنا له داعي. جوازنا قويه والحمد لله امورنا تمام. الحمد لله في فوج باع وفي فوج موجود راح يطلع ان شاء الله بكره او اليوم، ان شاء الله راح يطلع من عندنا الفوج. بدنا نشوف شو الفوج الجديد اللي طالع لسه يعني ما اتاخد. وطبعا يا اخوان عشان تكونوا عارفين، عشان ما حدش يحرج نورين علي ويحجز، حاليا يا اخوان عندي مليان الوضع بصراحه، ما في عندي مكان للحجز تمام، فبعينكم الله بس نفتح مجال نقول لكم انه في حجز بتبلشوا ترنوا علي، لان يا اخوان الفتره اللي فاتت كثير ناس رن علي بده حجز فراخ، والله 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 ما انا ملحق، عن جد والله ما انا ملحق. طيب هذا القن انا حطيته جديد، هاي طيره كشميريه اهليها ابوها وامها زواجل، اخذناها من ابو سند العبادي كانه الله اعلم، يا رب ما تخونني الذاكره، من البلد اعطانا اياها هديه، حطيتها على زاجل والحمد لله باضت وحضنها. هاي بيضه شايف اني ان احضنه اليوم بس ما حضنته، هاي باضت الطيره تمام، باضت في القن الجديد. هذول هذا القن انا حطيته جديد لسه ما اشتغلت عليه، بدي احط فيه سطول وان شاء الله تشتغل امورهم. خلينا نبلش من اول سطر من هان ونشوف شو في عندنا. صراحه انا يا اخوان ما بتفرج، فبدي افقد انا وياكم مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاه النبي، اخوان اذكروا الله وصلوا على النبي. هذول الزواجل الفرخين مش للبيع، هذول عند ابو يوسف، هذول حيضلوا. هذول الفراخ فعليا من اقوى الفراخ اللي شفتهن، مع اني طلعت منهن فرخين، فرخ واحد زتيته يا اخوان بواقي وما كنتش متوقع انه روح، زتيته لحاله من مسافة 20 كيلو الحمد لله روح تمام. هدول الفرخين قوايا جدا تمام، هدول لابو يوسف، على سطح ابو يوسف هدول راحين حاطين ان شاء الله، الا اذا حدا عزيز علينا بده يحجزهن. عندنا فرخين هون كمان صلاة النبي ما شاء الله، شوف الصحة، تتفرج على الصحة الفرخ، صلاة النبي ما شاء الله، نضوي الكشاف هيك صلاة النبي ما شاء الله. هاي فرخ، هاي فرخ حبكين، هذول الفوج الجاي ان شاء الله قد بعض الفرخين صلاة النبي، احلس وحبكين ما شاء الله. هون عندنا انا في بيض، بس هذا البيض لازم نكسره عشان ايش ما يضل مكانه. ليش كسرتها؟ لانها بيضة خربانة. هذول الفرخين البيض صلاة النبي، هان عندنا فئة فراخ ما شاء الله صلاة النبي، فوق هاي بيض فراخين بعتهن، فراخين راحين بالحجز، وهي بيضهن. هانا فرخين صلاة، ثلاث فراخ ما شاء الله تقريبا قد بعض، هانا فرخين ما شاء الله، هدول رايحات راح يروحن مع البيع ما شاء الله. وهنا طلع صلاة النبي فرخ أزرق بعشر وفرخ أحمر هيو بعشر، صلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، طلع صلاة النبي. هان صلاة النبي ما شاء الله كمان، هان فرخ كبير وفرخ صغير، ليش ما بعرف، ليش انت صغير ولا ليش ما بعرف شو القصة، هان فرخ صغير وفرخ كبير، بس هاي بنحلها القصة. تذكرت هذا اخوان كان راح يموت، هذا الفرخ كان راح يموت، لقيته واقع على الارض والدنيا سقعة، طبعا ما صورت الحكي هذا، كانت الدنيا سقعة كثير وكان واقع على الارض، قلت والله الا اجرب احطه جنب هذا يمكن اهل هذا يزقوه، هاي زقوه بس صحته يا حرام ضعيفة. يا سيدي مش مشكلة ما شاء الله، هاي فرخين جداد صلاة النبي ما شاء الله، ثلث فراخ هان هيو، ما بس هي فرخ ضعيف، هذا انا محضنه كنت، وهان فرخين ما شاء الله صلاة النبي، تطلع الصحة. هان بيض ولا فراخ؟ خلاص تقوميش انا اسف، هانول ثلث فراخ، والله حرام هذا ما خوده صحته بالمرة، هذا صحته بالمرة، هذا مش مشكلة لانهم ثلاث فراخ، هذا صحته شوي ماشي حالها، شايفينه هذا كيف؟ هذا صحته ما شاء الله ماشي حالها. بدي ادور عجوز عندهم فرخ واحد احضن تحتيهم واحد من هدول الثلاث. ما شاء الله عندنا هنا كمان صلاة النبي فرخين، في فرخ كبير فرخ صغير، هنا بيض، هنا ما في شلنا دجاج احنا، هان ثلث فراخ ما شاء الله، هان كنت انا محضن بيضة ما شاء الله، هنا هي في فرخين، فرخين ولا فرخ، يا رب يكون فرخ، لا فرخين، انا بحكي يا رب يكون فرخ عشان اقدر احضن اشي. هنا بيض ولا فراخ؟ ما شاء الله فراخ، خيو فرخين ولا فرخ؟ فرخ، انا حلو
حلو، هنا فرخ اخوان شايفينه. هسه شو بدنا نعمل؟ وين قلنا في فرخ ضعيف؟ هيو هذا حرام ضعيف، شو بنعمل؟ شايفينه صغير ضعيف، بنحطه جنب هذا. طلع بتضيع بناتهم هسه، طلع كيف بتضيع بناتهن فعليا، بتضيع بناتهن. تعرفش مين فيهن اللي كان موجود؟ افتح عينك حبيبي. تمام، الكل اكتب لنا بالتعليقات مين هو اللي كان موجود جوا، اللي كان اللي انا جبته حضنته جديد. تمام، اكتب لنا بالتعليقات. بنشيل البيضه هسه زي هيك، تمام، بنحطهم جنب بعض وراح يزقوهم ان شاء الله. بكره بطمنكم عنهم بالستوريات. اللي مشاهد الستوريات يكتب انا بشاهد الستوريات. الستوريات اللي هي اللي بتكون الحالات على اليوتيوب. هاي فرخين كمان، هنا بيض صلاة النبي ما شاء الله تبارك الله. هاي فرخ صلاة النبي، هنا هاي فرخ صلاة النبي. هاي هذا اصفر كمان ما شاء الله طالع، هذا فرخ اصفر طالع صلاة النبي جديد كمان. هذاك راح ترى، ديروا بالكم. هان بيض ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الوضع عندنا منيح، ولسه الحمام مش بموعد الانتاج الصحيح، مش بموعد الانتاج الصحيح. طيب بالحاله هاي انت عشان كيف، او شوف لازم افتح هان عشان ما انساش، بقدر افتح هاي انا هيك، فيها ادويه هاي، بقدر افتح هاي انا، طلعوا كيف، عشان انا اقدر افتح الباب الثاني، بقدر اسكر من هان وافتح هان، لانه هذا فاتح زي هيك، بس بنفس الوقت لا خليني فتحات الاثنين عشان برضه ما تخربطش. طيب انا عندي حمام زاجل بدي ازود انتاجه، ركزوا معي، بدنا نحكي شويه كلام منيح. انا ديروا اشعاراتي مكعفشات من الحمام. انا عندي شويه حمام زاجل وبدي اكثر الانتاج. شو افضل طريقه اني اكثر فيها الانتاج تبع الحمام؟ افضل طريقه اكثر فيها انتاج الحمام. والله فرخ صلاه النبي، نيال نيال اللي بده ياخذ البذره هاي، بذره ابو يوسف، بس يحكي هاي بذره ابو يوسف لحالها بتحكي عن حالها، شارحه حالها منها لحالها. طلع صلاه النبي شارحه حالها لحالها. اتحدى تحدي، خذ فرخ اكرشه وزدته من وين ما بدك، اذا ما روحش تاخذ ثلاثه بداله من عندي. كيف نزود طريقه الانتاج في حمام الزاجل؟ راح اعطيك اكثر من حل، راح اعطيك ثلاث حلول، ثلاث حلول هذول مرتبات، وراح اقول لك مين الافضل، تمام، والاوفر. ركز معي يا اخوان، والله الكلام هذا بمصاري، والله الكلام هذا بمصاري، وبس يعني اصحاب المزارع اللي بيعرفوا، مش اي واحد بيعرفه، ممكن يكون ناس بيعرفوا، بس انا بقول لك كمبتدئ، بس اصحاب المزارع اللي بيعرفوا كيف يكثر الانتاج. طريقه تكثير الانتاج يا صديقي معك ثلاث حلول. الحل الاول انك تجيب اجواز تحضين للجواز الزواجل. كيف جواز تحضين؟ هسه بقول لك شو جواز تحضين، يعني احنا طول عمرنا بنعرف انه الزاجل للتحضين والبلدي للتحضين. طيب بتجيب حمام بلدي، حمام فرنسي لاحم، الكنجات الخشنه مثلا، بقول لك كمثال يعني، لانه بيطعم لو حطيت تحتيه اربع فراخ بطعم. تمام، بتجيب البلدي، حمام البلدي بتحطه للتحضين مثلا، البيض البلدي بايض، يعني الافضل انك كمان ما تحطوش بنفس الخشه اذا كان في عندك وسع، اما اذا ما كانش في عندك وسع وكلهم جنب بعض تعرف بتعلم، هذا بيض اللاحم تشيل بيضه مثلا، يعني نحكي مش اللاحم، مثلا هذا بيض العمريات اللي انت بدكش اياهم حاطهم تحضين، بتشيل بيض العمريات بتكبه وتحط غيره بيض زواجل. تمام، هاي اول طريقه. الطريقه الثانيه اللي هي الطريقه الاولى اللي هي التحضين، الطريقه الثانيه هي نقل البيض. طيب سوري اسف، نقل البيض بطريقه كيف؟ سيبك من التحضين عشان ما يختلطش عليك الامور، التحضين لحال ونقل البيض لحال. ركز معي كيف نقل البيض، اذا انت ما عندك اجواز تحضين، ركز معي، نقل البيض والتحضين شبه بعض بس بتفرق بشغله واحده. نقل البيض كيف؟ انا عندي 20 جوز زواجل بايض منهن 20، 20 جوز بايض منهن 20. كيف ابو يوسف بدك تحضن تتهبل عليك؟ كيف بدك تنقل بيض؟ لا بتنقل بس بطريقه معينه وجميله ومميزه، ولازم تكون فاهم مش حافظ بس، فاهم. طيب كيف فاهم ابو يوسف؟ يعني عينك على زواجلك، عينك ما فيش حدا ما بشوفش حمامه، ما في حدا ما بيعرف حمامه، يعني عندي 10 جواز بيضات مع بعض، تمام؟ شو بعمل؟
عندي 10 جواز 10 جنون مثلا، هذول بعضوا مع بعض او قريبين من بعض فرق يوم او يومين، شو بتعمل؟ تجيب البيضه بتنقل البيضتين بيضه عند جوز وبيضه عند جوز، يعني بتشيل بيض جوز وبتوزعهم على جوزين، يعني بصير كل جوز عنده 3 بيضات، بس بشرط انه يكون البيض مقارب للعمر، يعني تقريبا بنفس الايام بيضه، فرق يوم او يومين مش مشكله. تمام، ركز معي منيح. تنقل البيض، يعني عندي 10 جواز زواجل، العشرة بيضات بوزع من العشرة، يعني عندي 10 بوزع تقريبا 3 جواز، بفضي بيض 3 جواز او 4 جواز، بتحط بيضه 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 بيضه، الجواز اللي ما عندها بيض راح ترجع تنتج وتبيض، والجواز اللي عنده 3 بيضات حتطلعهم وتطعميهم اذا كانوا حنونات. طيب فكره ثالثه ابو يوسف، الفكرة الثالثة ركز معي وأنا بعملها كثير لأني مش فاضي. ركز معي منيح. ليش أنا بعملها؟ لأني أنا ما بتفرج على الحمام وما بعرف أعمار البيض متقاربة ولا مش متقاربة، بلجأ لآخر طريقة وهي تحضين الفرخ. لازم تكون فاهم مش حافظه بس. تمام، مش حافظه بس. طيب طب أنا بيوسف ما بعرفش حضن بيض، حضن فرخ مثلا، زي ما انت شفتوني فرخين قراب من بعض بالعمر، او فرخ ضعيف فرخ مش ضعيف، او فرخ او جوز عندهم فرخ ما عندهم مش فرخين، بتروح على الجوز اللي فراخ عندهم فرخين بس فرخ ضعيف فرخ صحته منيحه، بتحطه مع الفرخ مع الجوز الثانيات اللي عندهم فرخين، اللي عندهم فرخ واحد بنفس العمر تقريبا، بغضوا بعض. طيب طريقه ثانيه، جوز عندهم فرخين وجوز ثاني عندهم فرخين، تمام، او جوز عندهم فرخين وثلاث جواز عندهم كل واحد فرخين فرخين فرخين، شو بتعمل؟ تمسك الجوز هذول اللي بدك تحضن او بدك تاخذ بيضه، تاخذ فرخين وتحط فرخ عند جوز وفرخ ثاني عند جوز، بحيث انه كل جوز زب ثلاث فراخ وبزب، وتكون امور طيبه والجوز الثاني بنتج وتكون امور تمام. بشكل سريع نعيد، يعني تحضن فراخ وتحضن بيض وتجيب جواز تحضين، هاي أسرع طريقة إنك تكتر فيها إنتاجك. لو بدنا نحكي الأفضل خلينا نحكي الأفضل كسرعة، أفضل كسرعة إنك تجيب جواز تحضين. ركز معي، أفضل كسرعة تجيب جواز تحضين، وأفضل كتوفير علف إنك تحضن بيض من بعض. بالنهاية هي بس بيضل عليك ان مصروف العلف بيكون اقل. الافضل واسرع جواز تحضين. خلينا نحكي الاوفر انك ايش تحضن من بعض. تمام، خلينا نخش هيك ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفكره. خلينا نفرجيكم فرق شويه فراخ مناح انا لسه ما صورت. فكر الكاميرا هون، صلوا على النبي يا اخوان. طلع وين عظمته، وين عظمته، فرجيني وين عظمته بالله عليك، صلاة النبي ما شاء الله. شوف فراخ مستوى عالي، بس انا ما بحطش، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، ما بحط شو بحكولها، ما بحط حجول. تمام، ولا راح احط حجول. تمام، زي ما شايفين ما شاء الله على فرق، هذول جاهزات ان شاء الله. طيب حبايبي اخواني ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، انا حبيت افيدكم موضوع الانتاج، لانه هسه احنا فترة رهيبه جدا من الانتاج، يعني هسه الكلب عجاجه بينتج. ركز معي، الكلب عجاجه بينتج، فاحنا هسه فتره تزاوج وانتاج، خلينا نحكي رخاء، يعني هسه وفرة البيض مليانة، الحمام المنتج مليان، أي جوز بتجوز وأي بيض مش بايض، أي جوز مش بايض راح يبيض، أي جوز مش منتج راح ينتج، أي جوز ما بيعبي بيض راح يعبي إن شاء الله. فالفترة هاي يا إخوان فترة بداية التزاوج، يعني خلينا نحكي أسبوع أسبوعين بالكثير 3 أسابيع فيش جوز حيكون مش بايض، الدجاج ببيض، النعام ببيض، الحفش ببيض، الكلاب ببيض، الكلاب ما ببيضش، الوز، البط، الحبش، اي شيء طيور بفتره ما بدايه الربيع كله بنتج، فاستغل الفتره هاي، واحنا هينا علمناك وكيف تكثر انتاجك،
اتمنى منكم يا اخواني يكون عجبكم المقطع، اتمنى تحطوا لايك جميل زي كل، يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله، واستنى الجديد، ركز معي منيح، استنى الجديد. وابو يوسف ملك الايش، اكتب تحت بالتعليقات ملك التجديد. السلام عليكم.